بسم الله، ان شاء الله هنتكلم النهارده عن طريقه الاكسار الهيبوسكس بطريقه الكمم الناميه اللي هي الطرفيه، اللي هي دي الكمم الناميه بنسميها الكمم الناميه. الموعد المناسب في عمليه الاكسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تقاسم نباتات الزينة، معكم أخوكم مصعب جمعة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن طريقة إكسار نبات الهيبسكس. طريقة سهلة بسيطة، هنتكلم عن طريق الإكسار بالكمم النامية. شرحنا قبل كده طريقة الإكسار عن نبات الهيبسكس في بداية شهر 2 بطريقة العقلة الخشبية، وإن شاء الله هتلاقوا في الوصف طريقة الإكسار. النهاردة هنتكلم عن طريقة سهلة بسيطة في منتصف الصيف، يعني بنتكلم في بداية شهر 7 أفضل ميعاد في عملية الإكسار. لو الجو عندك مناسب ممكن تبتدي من بداية شهر 6 عن طريق القص بالكمم النامية اللي هي طرفية النبات. طريقة القص، باخد دي الكمم الناميات بطولها، بيبقى طولها معايا 15 سنتي إلى 20 سنتي. بص كده زي ما واضح معايا كده اهي، باخد كل الكمم الموجوده، بعمل ايه تاني؟ بنزل الورقه دي لو معايا، بس بنزل الورقه كده وبسيب 3 4 ورقات اللي فوق، 3 4 ورقات اللي فوق ديت شكل الكمه الناميه معايا. وبعد كده بغسلها بميه وبيتم زرعتها في الحوض بدون اي هرمونات. لو عندك هرمون وعايز تهرمن اللي هو هرمون التخزين اللي هو الاندول، مفيش مشكلة. مش عايز تهرمن، مفيش مشكلة، ازرع عادي. لو النبات فيه زهر ولا حاجة بتنزل الزهر من على النبات عشان بيعمل له عفونة تحت الحضانة. بنستخدم حوض زي كده في اكياس اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي اكياس الشتلات، اكياس كوب لتسريب المياه. لازم اي اكياس لازم يكون فيها سكوب لتسريب المياه. بنروي الحوض زي ما واضح معانا كده، وبعد جفاف المياه بيتم الزراعه. الزراعه زي ما واضح معانا كده اهي، بدون اي هرمون، عشان الناس اللي بتقعد تسال لنا ازرع بهرمون او بدون هرمون. بزرع بهرمون او بدون هرمون. عمليه القص بسيب سنت تحت العين كده، وبنزل الجزء ده كله في التربه بتاعتي. يعني مثلا زي كده كيس معايا اهوت، بغرز الكيس اهوت عشان الجذور بتطلع لي من هنا، بغرز كده اهو، بيبقى معايا بالشكل الواضح معايا كده. وبعد كده بعمل عليها حضانه اللي هي البلاستيك الابيض الشفاف، وعليها نسبه ظل لمده 30 يوم. 30 يوم دي مده التقدير. بعد الانتهاء من عمليه الزراعه، دي شكل الحضانه اللي انا بتكلم عليها اهي، بلاستيك ابيض شفاف اهو، وعليه نسبة ظل اللي هي الحسر أو الكبات. يفضل نبات الهيبسكس يكون نسبة الظل يكون أعلى شوية، لأن نبات الهيبسكس بيحب نسبة ظل عالية شوية زي ما واضح معايا كده. أدي الكبات اهيت، وبعد 30 يوم بنلاقي إن النبات جدر معانا. بعد مرور 30 يوم هنروح للحضانة اللي احنا زرعنا فيها نبات الهيبسكس. أدي الحضانة اللي احنا زرعين فيها نبات الهيبسكس، ونفتح الحضانة اهي. وادي شكل نبات الهيبسكس اهوت، هذا نبات الهيبسكس اللي احنا زرعينه بعد مرور 30 يوم اهوت. ادي جذور نبات الهيبسكس زي ما واضح معايا، ادي الجذور اهيت. بعمل ايه بقى؟ بفتح ابواب الحضانة ويتم ري النبات، وبعد مدة 3 أيام بشيل البلاستيك خالص، بشيل البلاستيك ده خالص من أعلى الزرع، وبسيب عليه نسبة الظل لمدة 4 أيام، وبعد كده يعرض للشمس المباشرة. أدي طريقة الإكسار من نبات الهيبسكس عن طريق القص بالكمم النامية. معلومة بسيطة عن طريق الإكسار من نبات الهيبسكس، أي نبات هيبسكس بيتم الإكسار منه عن طريق القص بالكمم النامية. اتكلمنا في بداية شهر 6 إلى نهاية شهر 8 ديت بطريقة الكمم النامية، وإن شاء الله هتلاقوا في الوصف الطريقة بالعقلة الخشبية، العقلة الوسطية والعقلة الخشبية. بعد مرور 10 أيام ممكن تنقله من عبوة الصغير اللي كان فيه إلى عبوة أكبر.
ليصبح معانا بالمنظر الواضح معانا كده اهوت. ادي شكل نبات الهيبسكس اهوت، ادي شكل النبات اهوت. بياخد مده من 3 اشهر ل 4 اشهر في الصيف ليصبح معايا بالمنظر الواضح معايا كده اهوت. دي طريقة الاقصار من نبات الهيبسكس بطريقة سهلة وبسيطة. معلومة بسيطة جدا في نبات الهيبسكس، يفضل نبات الهيبسكس يحتاج نسبة ظل خفيفة في الصيف لأنه بيحب نسبة الظل وينمو على نسبة الظل. ينفع أعرضه للشمس المباشرة؟ ينفع أعرضه للشمس المباشرة عادي، بس أنا بتكلم في معلومة عشان يكون المنظر الأخضر اللي واضح معانا كده زي ما واضح معانا كده يحتفظ بلونه، يحتاج نسبة ظل بسيطة في الصيف. أتمنى أن يكون الشرح نال إعجابكم، ولا في أي استفسار ابعتوا فيه تعليقات. انتظرونا في فيديو قادم من قناة تعليم تقصر نباتات الزينة، وأنا آسف على إطالة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.